هذا هو التطبيق اللي كنعتمد عليه في معرفة المكونات الموجودة في كل برودوي غادي نستعمل البشرة ديالي. مثلا هذا البرودوي هذو هما المكونات الموجودة فيه على شكل زهور. من بعد وغادي نشرح لكم معنى تاع الزهور. الأيقونة الثانية كيعطيكم البديل ديال هاد المكون، والأيقونة الثالثة كتعطيك الآراء ديال الناس، التعاليق. والنسبة دائما خصها تكون فايتة 10. ندوزو دابا لمعرفة معنى الزهور الموجودة في التطبيق. الزهرة الخضراء كتعني بأنه خالي من المخاطر، والزهرة الصفراء كتعني بأنه مسبب للحساسية، الزهرة البرتقالية كتعني بأنه مشتق من البتروكيماويات ومواد كيماوية ثقيلة على البشرة. أما الزهرة الحمراء فهو عنصر مثير للجدل، أو يحتمل أن يكون محفوفا بالمخاطر التي تضر بالبشرة.